بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بالأمن والأمان، والذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أصحاب السعادة، رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور جمعان رشيد بن رقوش، عميد كلية علوم الأدلة الجنائية اللواء الدكتور محمد فتحي عيد، عمداء ووكلاء الكليات بالجامعة، أعضاء الهيئة العلمية للدورة، الإخوة والأخوات المشاركون والمشاركات في الدورة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أن ترحب بكم اليوم في حفل اختتام الدورة المخبرية أخطار الأسلحة البيولوجية والكيماوية وطرق الوقاية منها، والتي نفذتها كلية علوم الأدلة الجنائية بالجامعة خلال الفترة من 9 إلى 13 من شهر ذي القعدة لعام 1434 للهجرة، الموافق من 15 وحتى 19 من شهر سبتمبر لعام 2013 للميلاد، وبمشاركة 37 مشاركا ومشاركة من 6 دول عربية، هي المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية. وخير بداية لحفلنا هذا آيات من الذكر الحكيم يرتلها القارئ سعيد عبد الشكور الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. كلمة كلية علوم الأدلة الجنائية بالجامعة يلقيها اللواء الدكتور محمد فتحي عيد عميد الكلية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سعادة الدكتور جمعان رشيد بن رقوش رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الإخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني يا معالي الرئيس تشرفكم حفل اختتام الدورة المخبرية وعنوانها أخطار الأسلحة البيولوجية والكيماوية وطرق الوقاية. وموضوع الدورة من الموضوعات الساخنة المطروحة على الساحتين العالمية والعربية، وقد حرصت الكلية على أن تقدم للمشاركين في هذه الدورة جميع المعلومات ذات الصلة، وأن تطرح للمناقشة
دور الأمم المتحدة في كشف آثار الأسلحة الكيميائية، كما حرصت الكلية على تعريف المشاركين بطرق الوقاية من أخطار الأسلحة البيولوجية والكيماوية. وتضمن البرنامج زيارة إلى جهاز الدفاع المدني بالرياض للوقوف على أحدث التقنيات المستخدمة، فإلى العاملين في هذا الجهاز وخاصة الذين ساهموا في تحقيق الغرض من الزيارة كل الشكر والتقدير. ولما كانت الكلية هي المؤسسة التعليمية العلمية الفنية الأمنية المعنية بتطبيق علوم الأدلة الجنائية، فقد حرصت الجامعة على تزويدها بأحدث التقنيات والتجهيزات المخبرية التي تمكنها من أداء عملها، وكذلك الأساتذة المتخصصين القادرين على نقل خبراتهم، سعيا وراء رفع مستوى الدارسين والمتدربين وزيادة معارفهم وصقل مواهبهم. والكلية تقدم ضمن برامجها ماجستير الكيمياء الجنائية تخصص السموم والمخدرات، وماجستير الأحياء الجنائية تخصص البصمة الوراثية، ودبلومات في الكيمياء الجنائية والأحياء الجنائية ومسرح الجريمة. وفي حفل ختام العام الدراسي 1433-1434 حصل على ماجستير الكيمياء الجنائية تخصص السموم والمخدرات 12 طالبا و9 طالبات، كما حصل على ماجستير الأحياء الجنائية تخصص البصمة الوراثية 9 طلاب وطالبتين. وهذه هي الدفعة الأولى بالنسبة للطالبات، والدفعة الثانية بالنسبة للطلب. وقد تم في هذا العام 1434-1435 تنفيذ 4 دورات مخبرية، منها دورة نفذت في برلين بالتعاون مع إدارة المباحث الجنائية الاتحادية، وتنفذ بإذن الله قبل نهاية العام الدراسي 5 دورات مخبرية تتناول موضوعات تقنيات الكشف عن المخدرات الطرود البريدية وخطورة استخدام الطابعات الملونة في تزوير المستندات وتزييف العملات، توظيف التقنيات الحديثة في الوقاية من المخدرات، جرائم الاحتيال والتزوير في البطاقات الائتمانية، أخطار الأدوية المغشوشة، والأخيرة ستعقد بإذن الله في باريس بالتعاون مع وزارة الداخلية الفرنسية. شكرا لسعادة المشرف العلمي على هذه الدورة وأعضاء الهيئة العلمية والأمانة وإدارة العلاقات العامة والإعلام وكل من ساهم في إعداد وتنفيذ هذه الدورة. أبناء الطلبة، تحياتي وتقديري وتمنياتي لكم بالعودة السالمة إلى مقر أعمالكم وأوطانكم، ونسمع عنكم ما يسلك صدورنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للمشاركين في هذه الدورة كلمة يلقيها نيابة عنهم المشارك ناصر بن سالم الخضوري من سلطنة عمان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سعادة رئيس الجامعة الدكتور جمعان بن رشيد بن رقوش، سعادة عميد كلية العلوم الأدلة الجنائية، سعادة وكيل كلية التدريب، سعادة وكيل كلية علوم الأدلة الجنائية، أصحاب السعادة أعضاء الهيئة العلمية، الأخوة الزملاء، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني في هذا اليوم المبارك أصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني المشاركين في الدورة المخبرية، وموضوعها أخطار الأسلحة البيولوجية والكيميائية وطرق الوقاية منها، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 13 من ذي القعدة 1434 هجري الموافق 15 إلى 19 سبتمبر 2013. يسعدني أن أتقدم بالشكر الجزيل لسعادة رئيس الجامعة الدكتور جمعان رشيد بن رقوش على توجيهاته ومتابعته المستمرة، ما كان له أطيب الأثر في الوصول إلى مستوى علمي متقدم للأجهزة الأمنية.
العربية بمختلف مجالاتها. كما أتقدم بالشكر الجزيل لأصحاب السعادة وكلاء الجامعة ولسعادة عميد كلية العلوم الجنائية وأعضاء الهيئة العلمية الكرام لما قدموه لنا من معلومات قيمة في مجال علوم الأدلة الجنائية وفي مجال عملنا، وعلى ما لقيناه من حفاوة واهتمام. والشكر موصول لكل من أسهم في إنجاح هذه الدورة المتميزة في جميع إدارات الجامعة ذات العلاقة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفلنا الكريم الآن مع كلمة بهذه المناسبة يلقيها الدكتور جمعان رشيد بن رقوش رئيس الجامعة. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة الأفاضل، يطيبني ونحن نلتقي اليوم في ختام هذا البرنامج التدريبي الذي اختير موضوعه بعناية فائقة، واختير له هيئة علمية مناسبة تملك التخصص وتملك الخبرة. يطيب لي أن أرحب بكم في هذا اليوم المبارك وفي هذه المنارة العلمية السامقة التي أضاء إشعاعها العلمي الأمني تضاريس الوطن العربي، وأحتوت كل عناصر الأسرة الأمنية العربية بداخلها. فمنجز هذه الجامعة منذ أن نشأت وحتى هذه الساعة هو مبعث فخر واعتزاز لكل أبناء الأمة العربية، لأن مخرجات هذه الجامعة كانت نتيجة لاستجابة هذا الصرح العلمي لتلمس احتياجات الأجهزة الأمنية، وأيضا لدراسة واقع الظاهرة الإجرامية في الوطن العربي والعمل على تناسق مع متطلبات الحياة العصرية بما ينسجم وطبيعة العمل الأمني الممارس على أرض الواقع. عندما بدأت هذه الجامعة بإنشاء هذه الكلية كانت تستشعر دوما أهمية العمل المخبري، وتؤمن إيمانا حقا أن العلوم المخبرية هي عين العدالة. فإذا كانت هذه العدالة مبصرة فتبعا لذلك سوف يكون الحكم مبصرا، وإذا كان هناك غشاوة على أدوات هذه العدالة فبالتأكيد أن الشك سوف يرقى إلى نتائج الحكم في أي مسألة. لذلك نحرص في هذه الجامعة على أن نولي هذا الأمر عناية فائقة، لأننا ندرك أن مدخل العدالة هو يأتي من خلال المخبر الأمني. ولذلك عند قراءة برنامج عمل هذه الكلية نجد أنها تلامس كل مفاصل العمل المخبري، وأيضا تستجيب مع واقعنا العربي المعاش. هذا البرنامج الذي بين أيديكم والتففتم حول مائدته أيها الإخوة هو برنامج من البرامج الهامة في تاريخ هذه الكلية، لأننا جميعا ندرك أهمية وخطورة الأسلحة البيولوجية الكيماوية، وأيضا حرمة هذه الأسلحة وفق المعايير والبروتوكولات الدولية، وبالتالي
أصبح لزاما علينا أن نتعامل مع هذا الخطر الذي لا نستبعد وقوعه، سواء كان ذلك نتيجة كارثة طبيعية كما يحدث في بعض المنشآت الكيماوية أو المنشآت الصناعية، أو حتى لا سمح الله نتيجة لفعل وقصد متعمدين. لكننا في نهاية المطاف مطالبون بالتصدي لهذه الحوادث أيا كان منشأها، وأعتقد أنكم في هذه الجرعة التدريبية في هذه الجامعة قد وقفتم على كثير من مفاصل هذا العمل، فأرجو من الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق إن شاء الله فيما تعودون إليه وفيما تحملونه إن شاء الله من خبرة جديدة. ودعوني أيها الإخوة أن أرفع أكف الضراعة أولا لله سبحانه وتعالى باسمنا جميعا، أن من علينا بالأمن والأمان، وأن من علينا بهذا اللقاء، ثم أيضا أوجه شكري باسمي واسمكم جميعا إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة، الذين رعوا هذه النبتة وهذه الغرسة العربية وأولوها كل الاهتمام حتى غدت باسقة كما نراها اليوم. والشكر أيضا هنا موصولا لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب الذين بنوا جدار الأمن العربي لبنة لبنة، يدعم ذلك لديهم إيمانهم العميق وولائهم وانتمائهم لأمتهم العربية. وأيضا إذا كان للشكر من تخصيص فيجب أن نخصصه هنا لمقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، رئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، رئيس المجلس الأعلى لهذه الجامعة، على توجيهاته واهتماماته ومتابعته لمسيرة عمل هذه الجامعة. والشكر لكم أيها الإخوة على ما منحتموا هذه الجامعة من ثقة، وأتيتم إليها لتنهلوا من كل معين في هذه الجامعة، نسأل الله ألا ينضب وأن يتواتر ليمد أجهزتنا الأمنية بالخبرة والعلم والمعرفة. كما أشكر أعضاء الهيئة العلمية وزملائي بهذه الجامعة على ما يبذلونه في سبيل دعم كل أنشطة هذه الجامعة وإسناد مسيرتها إلى أن تأخذ موقعها الملائم على خريطة الإنجاز العالمي. شكرا للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتفضل الآن رئيس الجامعة بتوزيع الشهادات على المشاركين في الدورة. المملكة الأردنية الهاشمية، الملازم ثاني زهير بن عبد الرحيم عساف، الملازم أول معن حيدر حسين، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية محافظ الشرطة بن أحمد بوبكر، الملازم أول مشان حسين فيصل، المملكة العربية السعودية المقدم حبيب بن علي القرني، النقيب حسن بن عبد الله قناديلي، الرائد خالد بن رصد العتيبي، النقيب ظافر بن غرم الشهراني، الملازم أول عادل بن حسن الأسمري، المقدم الركن عاطف بن إبراهيم النويصر، النقيب عبد الرحمن بن تركي الثقفي، الملازم أول عبد العزيز بن عثمان القرني، المقدم عبد الله بن سعيد القحطاني، العقيد عبد الله بن عبد المحسن المدلج، المقدم فهد بن عايض العصيمي، النقيب لافي بن جلعود السهلي، المقدم ماجد بن محمد السالم، المقدم متعب بن عبد الكريم العتيبي،
الأستاذ محمد بن محسن العتيبي، الملازم أول مشاري بن محمد الشاطري، النقيب هاني بن أحمد الغامدي، الملازم أول وائل بن فريد باشراحيل، النقيب وليد بن علي الحربي جمهورية السودان، ملازم شرطة فيصل حسن بركة، رائد شرطة كمال الدين محمد شاور، سلطنة عمان المقدم علي بن محمد الجابري، الرائد ناصر بن سالم الخضوري، الجمهورية اللبنانية المقدم جوزيف النداف، المقدم حسين عبد الله، المقدم فرانسو رشوان، الرائد محمود بلطجي، المقدم ميشيل أنطون. كما يسرنا دعوتكم الآن لحضور حفل الشاي المعد لهذه المناسبة مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.